السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله بإذن الله نستكمل النهاردة باقي المحاضرات بتاعتنا في الجزء الأول. كنا أخدنا أساسيات الكمبيوتر وأخدنا أساسيات الإنترنت. في جزء النهاردة إن شاء الله في الأول كده هناخده على أساسيات، يعني بعض الأسئلة اللي بتيجي في أساسيات الكمبيوتر، برضو أسئلة خاصة بالملفات المضغوطة وأسئلة عن البريد الإلكتروني، وفي أسئلة متنوعة. هوريكم شكل الامتحان إزاي. يعني زائد إن إحنا هندخل على جزء اللي هو تكنولوجيا المعلومات للمعلم، ده سؤال واحد بس. يعني تكنولوجيا المعلومات عموما بيجي فيها أسئلة نظرية، مفيش غير سؤال واحد بس اللي هو بيكرره. يعني هو السؤال ده بيجيبه بكذا صيغة، هو ده بس العمل اللي بيكون فيه. فجزء تكنولوجيا المعلومات بيكون 90% نظري، والجزء المتبقي حوالي 6 أسئلة أو 7 في الجزء العملي. تمام؟ تمام. طيب نبدأ إن شاء الله النهاردة في بداية محاضرتنا مع أسئلة الملفات المضغوطة وبتيجي إزاي في الامتحانات الدولية. عموما ده شكل السؤال، يعني السؤال بيجي كده في الامتحان الدولي. ده الامتحان بيكون مديلك الوقت ناحية اليسار، ويكون من فوق عامل لك عدد أسئلة اهو 15، السؤال رقم 16، السؤال 17، السؤال 18، وهكذا لحد ما توصل لآخر سؤال اللي هو 36. كل ما تخلص سؤال بيقفله تدخل على السؤال اللي بعده. حلو خالص. فالملفات المضغوطة ده بيبقى جزء برضه في الامتحانات الدولية، بس بيجيبها لك مع أساسيات الكمبيوتر. أول سؤال بيسأله لك، يكون افتح الملف المضغوط، بيدي لك ملف مضغوط بيقول لك افتحه. طالما قال لك فتح، قدامك 4 حاجات: جديد، فتح، إضافة، استخراج أو نيو، أوبن، إضافة اللي هو أد، استخراج اكستراكت. فهو قال لك افتح، فهروح على كلمة فتح. الموجود في المجلد اقتراحات غرف فاخرة لتمس دوكومنت، يعني بيقول لك ادخل على دوكومنت، بعد كده ادخل على لتمس، بعد كده ادخل على غرف فاخرة، بعد كده هتلاقيه فين؟ في اقتراحات. وبعد كده هتعمل لي ايه؟ هتستخرج لي جميع الملفات الموجودة به الى المجلد كذا. انا عندي مثلا ملف مضغوط بالشكل ده، بفتحه، وعلشان استخرجه ان انا احدد الحاجات اللي عايز استخرجها، وكليك شمال واسحبها لبره بالشكل ده. يا اما كليك يمين عليه واقول له اكستراكت هير، استخراج هنا. طيب ده بالنسبة للسؤال الأول في الملفات مضغوط. السؤال اللي بعد كده أهو، افتح الملف المضغوط، أنا فتحه أهو. قال لك إن الملف المضغوط ده موجود في دوكومنت اللي هو المستندات، زي ما أنت شايفين أهو المستندات، ثم لتمس، ثم هتدخل على ملف اسمه غرف فاخرة، ثم هتدخل على ملف اسمه اقتراحات، واستخرج الملف ده أهو. انا عملت له استخراج. حلو كده، عملت اهو، تم استخراجه عندك يعني بالشكل ده. طيب فقال لك استخرجه، بس حطه فين؟ قال لك قم باستخراج جميع الملفات الموجودة به الى المجلد. فهقول له استعراض مجلد، استعراض مجلد عشان افتح الجهاز بتاعي. وبعد كده اروح احطه فين؟ احطه ادور على اول حاجة عندي زي ما قال لك دوكومنت، ثم تدخل على لتمس، ثم ادخل على غرف فاخرة، ثم على مراجعة، بعد كده ضيف في المراجعة. انا كده عملت له استخراج وده استخرجته. طيب هنا بيقول لي باستخدام تطبيق انشئ ملف مضغوط داخل المجلد واحفظه باسم صيانة.
انا علشان انشئ مجلد جديد احنا قلنا بنروح على ايه، جديد او اضافه. يعني ادي الملف المضغوط دي اللي هو اد او اضافه، ديك اكستراكت اللي هو الاستخراج. وقلنا علشان اعمل ملف مضغوط بضغط كليك يمين على اي ملف موجود عندك واقول له اد تو، واتاكد ان في الاخر اللي هو الامتداد ار اي ار. تمام، حلو خالص. هقول له هنا جديد، يقول لك باستخدام تطبيق لتمس زد اي بي انشئ ملف مضغوط جديد. اجرى السؤال واحده واحده، فهقول له جديد او نيو. طب بيقول لك انشئه لي فين؟ انشئه لي داخل المجلد دوكومنت، بعد كده لتمس، بعد كده اعمال تجديد، بعد كده غرف، بعد كده هتحفظه لي عن طريق سيف، هتحفظه باسم ايه؟ صيانه. ثم قم باضافه ملفات الصور الموجوده في نفس المسار السابق والمعنونه باسم فردي وعائلي الملف. يعني الصور اللي عندك هتحطها فين؟ اضافه ملفات الصور في نفس المسار اللي هي موجوده باسم فردي وعائلي، الاسمين دول هتضيفهم للملف. هتضيفهم للملف. دي الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات الدولية، بيقول لك إزاي تنشئ ملف مضغوط؟ دي أسئلة إحنا شرحناها كده كده، أنا بوريكم السؤال بيجي إزاي الخاص بجزئية الملفات المضغوطة. يعني بيقول لك افتح ملف يبقى فتح، قال لك انشئ يبقى جديد، قال لك ضيف إضافة، قال لك استخرج استخراج. فهو قال لك افتح الملف، يعني هتدوس له على كلمة فتح، وقال لك هو الملف ده موجود فين بالظبط. طيب وبعد كده هتستخرج الملفات الموجودة إلى المجلد كذا، فهو بيقول لك يا إما انشئ يا إما افتح، أو بالشكل امشي مع الخطوات زي ما أنا شرحت. ده بالنسبة لسؤال الملفات المضغوطة اللي بيجيبوا لك في الامتحان الدولي. لحد الآن في أي مشكلة في جزء الملفات المضغوطة قبل ما أدخل على جزئية تانية؟ في أي مشكلة؟ ريت كل الناس جاوبني. تمام، يعني هو بيجيب لي التطبيق. ايوه هو بيفتحه لك وبيقول لك طبق، بيقول لك افتح، بيقول لك مثلا انشئ وهكذا. يا اما انت لو ما جابوش خالص، احنا عرفنا ازاي نستخرج، عرفنا ازاي نعمل ملف مضغوط وهكذا. طيب في حد عنده مشكلة في الصوت؟ هل الصوت صوته واضح للناس؟ تمام. طيب بالنسبة للملفات المضغوطة في أي مشكلة؟ طيب ندخل على اللي بعده، جزئية البريد الإلكتروني، عايزين نعرف بيجيبها ازاي في الامتحانات الدولية. برضو هنا فتح لك الملف جاهز اهو، فتحه لك. يعني كل القصة ان هو بيفتح لك التطبيق جاهز، بيقول لك اعمل الحاجة دي. يعني هنا بيقول لك انشئ رسالة بريد إلكتروني، هروح اقول له انشاء بريد، قال لك ايه انشئ إلى عنوان البريد الإلكتروني واكتب النص التالي كمحتوى رسالة. يعني هو قال لك انشئ، فأروح أقول له إنشاء بريد. إنشاء بريد. أول ما أدوس له على إنشاء بريد ظهر معايا حاجة بالشكل ده اللي هو رسالة جديدة. إحنا قلنا أي بريد إلكتروني بيتكون من from
تو سي سي البي سي سي والسبجكت. احنا قلنا فروم الشخص اللي بيبعت الايميل، طيب تو الشخص اللي انا ببعت له، فانا بيقول لك انشئ رساله بريد الكتروني جديده الى عنواني، يعني انت هتبعت لمين للرساله دي، فهروح اكتب البريد ده فين؟ في الى، واكتب النص التالي كمحتوى الرساله، المحتوى اللي بكتبه من تحت في المكان الفاضي. تمام، زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. هنا انا مش هكتب حاجه في النسخه الكربونيه ولا المخفيه، لان هو مش ما قاليش حاجه، وهنا بشرح لك ايه معنى الكربونيه والمخفيه زي ما شرحنا امبارح. طيب، فانا الى رحت حطيت البريد ديه، ورحت كتبت من تحت النص اللي هو كتبه لي اكتب ديه، وبعد ما خلصت اروح اقول له ايه ارسال. هو بس ما قالكش ارسال، هو قال لك انشئ، فانا عملت الانشاء ديه او انشات رساله، وبعد كده اقول له ايه تسليم الاجابه، بس هو مش عايز اكتر من كده. طيب، هنا عندي البريد الوارد والصادر والمرسل والمحذوف ومسودات والرسالة غير المرغوب فيها. طيب، هنا البريد الوارد اللي هو جاي لي، طيب المرسل اللي انا ببعته، المحذوف اللي انا حذفته، المسودات الرسالة اللي بكون شغال فيها ومبلحقش ان انا احفظها. طيب، الرسائل غير المرغوب فيها، احنا قلنا دي يعني بنسبة 90% بتكون كل الرسائل المهمة موجود فيها، ان هو مش عارف يتعرف عليها. طيب الصادر، ايه الفرق ما بينه وبين الوارد؟ ايه الفرق ما بين الصادر والوارد؟ باشمهندس محمود، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مهندسنا المحترم، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله هندسة، أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله. حضرتك البريد الوارد اللي هو اللي جاي لي حد بعته ليا، فهو ده البريد الوارد. تمام. الصادر اللي أنا ببعته لحد، بس هنا إحنا هنسأل حضرتك إيه الفرق بين الصادر والمرسل بقى؟ يعني هو الوارد والصادر الفرق بينهم واضح جدا، مفيش واضح لأي حد، ولكن الصادر والمرسل الاتنين أنا اللي بخرجهم من عندي، والاتنين أنا اللي ببعته. تمام، كويس، اشكرك هندسة، حاضر هجاوبك عليه. شكرا. العفو يا هندسة. حد تاني عارف الفرق ما بين الوارد والصادر والمرسل؟ المبعوثة ليك لكن صادر وخارج من عندك. طيب الصادر والمرسل ايه الفرق ما بينهم؟ الصادر والمرسل. في حد تاني كان تقريبا رفع ايده، باشمهندس اسلام، اتفضل هندسة. باشمهندس اسلام، اتفضل هندسة معاك. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا هندسة، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. وانا على يعني انا البريد الوارد هو الرسائل اللي جايه لي، يعني البريد اللي جاي لي. الصادر اللي انا ارسلته لحد ووصل له. البريد المرسل ممكن اكون اللي انا ارسلته ولم يصل اليه، يعني ارسلته وما وصلش. تمام، كويس، شكرا. أشكرك يا هندسة، شكرا جدا يا هندسة. باشمهندس محمد تهامي، اتفضل يا هندسة. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام يا حبيبي، أخبارك إيه؟ الحمد لله، ربنا يسلمك ويحفظك. البريد الوارد باشمهندس اللي أنا بستلمه من أي حد راسل لي إيميل. البريد الصادر اللي أنا بعته من عندي بس لسه في الأول بوكس بيطلع، لكن المرسل اللي هو خرج من عندي من الأول بوكس خلاص، إذا أنا مش مخطئ يعني. طيب معلش تاني هندسة، الفرق ما بين الصادر والمرسل؟
الصادر باشمهندس اللي انا بعته بس لسه ما زال في الاوت بوكس عندي، لسه ما طلعش عندي من الميل بوكس، لكن المرسل اللي طلع من عندي خلاص. تمام كويس، شكرا يا هندسة. ربنا يحفظك يا باشمهندس. في حد تاني كان معنا؟ مين؟ باشمهندس محمد سعد، تفضل هندسة. السلام عليكم، ازيك يا هندسة؟ وعليكم السلام حبيبي، اخبارك ايه؟ الحمد لله، يا رب تكون بخير. الحمد لله. الفرق ما بين الصادر والمرسل، الصادر اللي انا ارسلته بس ما فيش اتصال لسه مع الخادم وما وصلش، والمرسل اللي هو المفروض اللي انا ببعت له وصل له واستلمه بنجاح. تمام كويس، ده الفرق اعتقد. اشكرك يا هندسه. شكرا، جزاك الله. اجاباتكم كلها صحيحه طبعا، يعني البريد الوارد الحاجات اللي هي الرساله اللي بتجي لي انا كشخص، الصادر والمرسل انا بعت سواء كان صادر او مرسل. طب ايه الفرق ما بين الصادر والمرسل؟ زي ما اتكلمتوا ان المرسل ده اللي الشخص استلمه، يعني انا بعته والشخص استلمه، اما الصادر لا هو لسه ما استلمهوش او لسه ما طلعش من الاوت بوكس عندي. فده الفرق ما بين الصادر والمرسل، الاثنين بعتهم بس المرسل الشخص الثاني اللي بتلقى الرساله استقبل الرساله بتاعتي، اما الصادر يكون لسه ما استقبلش الرساله. الصادر لسه ممكن يتعدل بالظبط، الصادر ممكن تم تحريره والمرسل وصل للمرسل الايه الوارد الرساله المرسله، اما الصادر بريد اللي بعته بس لسه ما وصلش للمستقبل. صح، تمام، اجابات كلها صح. الله ينور، الله ينور بجد. ما معنى الصادر بالانجليزي؟ هو لو جينا اتكلمنا مثلا الصادر عندك اللي هو المصلى سيدنا محمد اللي هو الاكسبورت، تصدير اكسبورت. الاوت بوكس، تمام، حلو خالص. يبقى كده عرفنا الفرق ما بين الوارد والصادر والمرسل، ولو عملت ارسال بيروح الصادر ام المرسل؟ هو الرسالة اللي انت بتبعتها، لو الشخص استلم الرسالة بالظبط اكسبورت، لو الشخص استلم الرسالة يبقى بيروح عن طريق البريد المرسل. طيب الشخص انا بعت له الرسالة بس لسه ما استقبلهاش او لسه ما استلمهاش، فده اللي هو البريد الصادر. لكن المرسل سنت، تمام، انوش. يعني انا شايف ان جزء البريد الالكتروني الدنيا بسيطه فيه والناس هضمها فعلا، يعني ده الفرق ما بين البريد الوارد والصادر والمرسل والمحذوف والمسودات والرساله غير المرغوب فيها. البريد الصادر اللي هو الاوتسايد، تمام كويس. ايش مهندس محمود، اتفضل هندسه. تفضل هندسه معاك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. حضرتك كنت قلت في امكانيه ان اول ربع ساعه لو في اسئله في المحاضره اللي فاتت، ففي بعض الاسئله السريعه بعد اذنك يعني. اكيد ما عنديش اي مشكله. الاول حضرتك بالنسبه للجيميل، انا عندي الجيميل بتاعي بيفتح وبناء عليه كل ما بفتحه وافتح اقفله وافتحه بيفتح، ولكن انا مش حافظ الباسورد بتاعه، هو لسه حاليا شغال بيفتح. فهل في طريقة ان انا اعرف الباسورد او حتى ان انا اخش اعمل اكتب باسورد جديد؟ ده السؤال الاولاني. تمام كويس. على اساس ان لو لاي سبب يعني حصل خروج جديد ادخل تاني ممكن يبقى في صعوبة. السؤال التاني بالنسبة للاوت لوك، طريقة السيجنتشر، احنا عندنا في العمل بيدينا طريقة السيجنتشر بالهاند فري يعني التوقيع العادي، فده بيتعمل ازاي؟ يعني انا اتوقع ان هو بيتعمل يعني خدوا منا التوقيع بتاعنا على PDF وعملوا له سكان ورجعوا دخلوه لنا تاني، او في قلم بتمسكه وتعمل بيه السيجنتشر، مش مجرد ان انا اكتب اسمي بالحروف وكده يعني. واضح السؤال التاني؟ واضح يا هندسه. السؤال التالت ان انا ازاي اظهر البي سي سي؟ عندي دايما بيظهر السي سي بس، البي سي سي بتظهر ازاي؟ تمام. السؤال الاخير بقى،
في حاجة اسمها المسودات وحاجة اسمها الدرافتس، والاتنين بمعنى مسودات، بس ليه مسمي اسمين؟ هل في فرق دقيق بينهم؟ وهل لو انا بعت حاجة على المسودة الاقيها في الدرافت والعكس؟ شكرا. أشكرك يا هندسة، حاضر، حلوة بقى. في أي حد عنده أسئلة تاني في المحاضرات أو محاضرة امبارح بالأخص؟ استيراد الإيميل بعد لو البوكس الإرسال وخروجه، طريقة استيراد الإيميل بعد الإرسال. حاضر يا هندسة. باش مهندس محمد توام، اتفضل يا هندسة. معلش مش مهندس، انا بس حبيت هو السؤال ده فقط في الاوتلوك، احنا بنبعت الايميل ونلاقي نفسنا بعتناه بالغلط بعد ما راح سنت يعني، ف له طريقه ان احنا نرجعه مره ثانيه، بس انا مش متاكد منها يعني، بعد ما طلع عندي وراح سنت يعني بعد ما بعت الايميل بعد ما بعته بالكامل. ايوه صحيح، بعمل له معرف ريكفر تقريبا او شيء، ابعت ان انا لو ما قراهوش اللي انا رسلت له الايميل اقدر امسحه او استبدله بايميل ثاني أكون عدلت فيه مثلا. تمام يا هندسة، شكرا يا باشمهندس. ازاي استورد الأسماء من الجيميل للأوتلوك؟ استيراد أسماء من الجيميل إلى الأوتلوك. حاضر، أسئلتكم كلها هتجاوب عليها. حاضر، كمل بس الجزء ده. تمام، يبقى انت كده سالته ازاي نغير الباسورد للجيميل. برضو باشمهندس محمود كلمنا عن موضوع التوقيع، البي سي سي ازاي نظرها، وهل في فرق ما بين المسودات والدرافت، وطريقه استيراد الاسماء من الجيميل للاوتلوك. وباشمهندس محمد توامي كان كلمنا على موضوع البريد الصادر. تمام، كتبتها الأسئلة دي كلها وهجاوبها وهجاوب عليها إن شاء الله. طيب، إحنا زي ما قلنا بيجي لي الأسئلة بالشكل ده، يقول لي مثلا انشئ رسالة بريد إلكتروني، أدي إنشاء بريد، بيقول لك مثلا اعمل إعادة توجيه، اعمل حذف وهكذا. طيب، إحنا عندي هنا في حاجة اسمها ملف، عندك حاجة اسمها تحرير. طيب، تحرير اللي هي بتكون بالانجليزي edit، ملف اللي هي فايل. طب لو قال لك خلي الرساله دي خليها في وضع مقروء، وضع مقروء او غير مقروء، بروح من فوق على حاجه اسمها تحرير او edit، فيظهر معاك حاجات بالشكل ده، هيقول لي نسخ، تحديد الكل، بحث، نقل لمجلد، حذف، افراغ، وضع علامه مقروء اللي هي mark as read. طيب وضع علامة غير مقروء mark as unread، فلو قال لي خليها مقروء هقول له وضع علامة مقروء او mark as read. طيب لو قال لك احذفها من تحرير هقول له بعد كده حذف اللي هو delete. طيب دي اللي هي العناوين، دفتر العناوين. طيب بيسألك سؤال، عايزين نعرف السؤال، لو قال لك ضيف حاجه لدفتر العناوين، ادي دفتر العناوين اللي عندك اللي هو الاسماء، تروح عليه. هنا بيقول لي اداره دفتر العناوين، انا عندي اهو الاسم، وعندك البريد الالكتروني ورقم التليفون. انا هبتدي خلاص احفظ اسماء عندي في الجيميل او في الايميل بتاعي، عايز احذف ده هقول له حذف او ديليت، عايز احفظه هقول له سيف او حفظ، عايز اغلقه اقول له كلوز او اغلاق. طيب عايز انشئ اسم جديد هقول له نيو او جديد، نيو او جديد. هاي دي كلها اسماء. طيب لو عايز انشئ مجلد جديد، لو قال لك انشئ لي مجلد جديد احط بداخله رسائل، فروح على كلمه اسمها مجلد جديد او نيو فولدر، تمام، واكتب اسم المجلد اللي انا عايزه. دي في حاجة اسمها قائمة توزيع، دي التوقيع اهو، بتروح على ادوات، بتروح على ادوات واقول له توقيع البريد، تكتب هنا توقيع البريد، وقع بالاسم اللي انت عايزه. بيقول لي
أضف توقيع تلقائي لكافة الرسائل، واكتب هنا رسالة الرد التلقائي. طيب دي رسالة الرد التلقائي، يعني يرد لي تلقائي مثلا على بريد إلكتروني، على رسالة اتبعت لي. أدي هتبدأ إمتى الرد التلقائي وهينتهي إمتى، وإنت هتبعتها لمين أو الموضوع ونص الرسالة، وهقول له حفظ سوف أقوم بالرد على رسالتك عند عودتي. يعني حد بعت لي رسالة عايز أعمل رد تلقائي. طيب أنا لو رحت على كلمة اسمها ملف، ملف أو فايل، لو عايز أنشئ جديد أقول له، أو ملف جديد، ملف جديد هقول له جديد، لو عايز أفتح ملفات أقول له فتح، لو عايز أحفظ صورة أو أحفظ مستند أو أحفظ ملف برزنتيشن مبعوث لي، أي حاجة مبعوثة لي عايز أحفظها أقول له حفظ مرفقات، حفظ باسم. تمام. طيب مفيش حاجة هنا. موضوع الأعمدة، يعني إيه الأعمدة أهو؟ يعني معنى كده إلى مخليها لك في عمود، الموضوع مخليها لك في عمود، وهكذا. أدي بيقول لك حدد الأعمدة التي ترغب في عرضها داخل التطبيق. أنا عايز أعرض مثلا درجة الأفضلية من أفضل رسالة، عايز أعرض الموضوع، عايز أعرض تاريخ الإرسال، عايز أعرض هل تم قراءتها ولا لا، وهكذا. طيب بالنسبة للرد التلقائي، أنا بروح على أدوات اللي هي تولز. هو أنت أول حاجة بالنسبة للامتحان الدولي أنت بتحدد هل أنت عايز تمتحنه إنجليزي ولا عربي. فنصيحة، يا ريت الناس تمتحنه اللي هو الامتحان العربي بس واجهة إنجليزية. يعني إيه؟ يعني لما يجي يمتحنك في الويندوز يمتحنك بالإنجليزي بالشكل ده، يجيب لك القائمة بالإنجليزي بس الأسئلة نفسها تكون بالعربي. ده هيكون أفضل لكم وأسهل لكم بكتير، بدل ما كله يكون معاك إنجليزي حتى الأسئلة بالإنجليزي. فأنا أروح على تولز أو أدوات وأقول له توقيع البريد. طب أنا لو عايز أضيف توقيع تلقائي أروح أعلم علامة صح وأرد تحت أقول له رسالة الرد التلقائي. أكتب هنا رسالة الرد التلقائي وأقول له موافق. طيب هنا بقى إيه بيقول لي؟ إيه تشغيل خاصية الرد التلقائي خارج المكتب. يعني أنا لو بره ومش فاتح الإيميل بتاعي وعايز يبقى فيه رد تلقائي، أروح أحدد الخاصية بتاعة الرد التلقائي. طيب الرد التلقائي ده على الرسالة يكون من امتى لامتى؟ نفترض من 24 نوفمبر الى 25 نوفمبر زي ما هو قال لك. طيب الى مين بالظبط؟ لو مش عايز تحدد خليها الكل عادي. طيب الموضوع اللي هو السبجكت، انا خارج المكتب حاليا. نص الرسالة اللي هيبعتها او رسالة الرد التلقائي سوف اقوم بالرد على رسالتك عند عودتي، ده اللي هو النص بتاعها، وقول له حفظ بعد كده. دي حاجات انا مش فيها اي، كلها نفس الرسالة. يعني انا قال لك سؤال ايه في المجلد مسودات، يبقى هتروح عند مسودات افتح الرسالة المعنونة باسم تصميمات فندقية، يبقى هروح على مسودات وادور على رسالة اسمها ايه تصميمات فندقية، واكتب عنوان البريد الالكتروني. يعني انا اول حاجة اروح على الرسالة دي وافتحها واروح اكتب اللي هو البريد الالكتروني اللي هو قال لي عليه، ثم اكتب العنوان ده في الحقل اللي هو النسخة الكربونية اللي هو سي سي، بعد كده ابعت الرسالة. يعني عنوان البريد الالكتروني اللي هو ايه الموضوع. طيب اللي هو بيقول لك اكتب، ثم اكتب العنوان في الحقل نسخة كربونية، في النسخة الكربونية اهي اللي هو السي سي، وهكذا. هنا بيقول لك انشئ رسالة بريد او رسالة جديدة الى عنوان. فانا ازاي انشئ رسالة؟ هقول له انشاء بريد. طيب انا هبعت الرسالة لسما، اروح اكتب في إله سما واكتب النص، تأكيد الحجز في حقل الموضوع، اروح عند الموضوع اروح اكتب النص اللي هو عايزه، ثم اكتب النص التالي كمحتوى للرسالة. النص اللي هو كاتبه لك من تحت اروح اكتبه في المكان الفاضل اللي من تحت. حلو خالص. طيب
بيقول لك هنا افتح الرسالة المعنونة باسم تصميمات فندقية عاجلة، فتحت الرسالة دي حلو، واحذف الملف المرفق ثم قم بإرسال الرسالة. تمام، أول ما أفتح الرسالة دي هتظهر بالشكل ده، هتلاقيه ضايف إيه؟ ملف اسمه شعار بي إن جي، شعار بي إن جي. هروح أضغط كليك يمين عليه وهقول له إيه؟ حذف المرفقات، حذف المرفقات. بعد كده هروح أقول له إرسال الرسالة، يبقى أنا فتحتها. وبعد كده أحدد الملف اللي أنا عايز أحذفه، هضغط كليك يمين عليه وأقول له حذف المرفقات. طيب افتح الرسالة باسم موعد اجتماع، هتروح عند الرسالة اللي هي موعد اجتماع الإدارات وافتحها. بس هو قال لك افتحها، مش هتعمل أي حاجة تاني فيها، بس افتحها وبعد كده أقول له تسليم الإجابة. طيب هنا قال لك إيه؟ في مجلد البريد الوارد افتح الرسالة برضو باسم الجناح الملكي، فدور على الرسالة اللي هي باسم الجناح الملكي، وركز قال لك ايه؟ الجناح الملكي الالف واللام، ان في حاجة تاني بنفس الاسم بس ايه؟ جناح ملكي. قال لك افتحها بعد كده اقفلها، ادي فتحتها. وبعد كده هروح من فوق على قائمة اسمها ملف واقول له اغلاق، هو قال لك اغلقها بس، بعد كده اقول له تسليم الاجابة. ايا إن كان انا بمشي ورا السؤال واحدة واحدة، وبعد كده امشي بالخطوات اللي بيقول لي عليها. يعني هو قال لك هنا افتحها بعد كده اغلقها، افتحها خلاص وبعد كده اعمل لها اغلاق، مش من الاكس، من ملف بعد كده اغلاق. طيب قم بإعادة توجيه الرسالة المعنونة باسم جناح ملكي، ادي الرسالة اسمها ايه؟ جناح ملكي. افتح الرسالة دي واروح اختار من فوق كلمة اسمها اعادة توجيه، انا هبعتها تاني بس هبعتها لمين؟ قال لك ابعتها للايميل ده. يبقى اول ما ابعتها الى، هروح اكتب الايميل ده، انا اول ما اقول له اعادة توجيه فلاقيه ظهر بالشكل ده، ادي اعادة توجيه الرسالة. فاروح اكتب في الى البريد الالكتروني اللي عايز ابعت فيه الرسالة. يعني كل القصة ان انا بفتحها وبعد كده بقول له إعادة توجيه، إعادة توجيه. طيب بيقول لك في الرسالة المرسلة، الرسالة المرسلة من كذا في مجلد البريد الوارد، أروح على البريد الوارد في رسالة المرسلة باسم، أو يقول لك جماليا فين فين أهي، أروح أفتح اللي هي دي اللي هي جناح ملكي، أركز في البريد اللي هو كاتبه، قم بحفظ الملف المرفق اللي هو جناح ملكي، عايز أحفظه، أروح أضغط كليك يمين عليه. بس في سؤال قبل كده كان بيقول لك احذف، فأقول له حذف، طب المرة دي قال لك احفظه، كليك يمين أقول له تحميل المرفقات إلى المجلد، هو قال لك إيه؟ قم بحفظ الملف في المجلد دوكمس، اللي هو انا اسف اللي هو دوكومنت بعد كده لتمس، دوكومنت بعد كده لتمس. يبقى هدخل على دوكومنت وبعد كده ادخل على لتمس واروح احفظ الملف، وقال لك اعمل ايه؟ احفظ الملف، وبكليك يمين عليه واقول له تحميل المرفقات الى المجلد اهو، وادور على مكان الحفظ اللي انا قال لي عليها واقول له سيف او حفظ. طيب هنا بيقول لي في دفتر العناوين، فانا هروح فين؟ على العناوين، احذف العنوان البريدي، عايزك تحذف ده، وبعد كده اغلق دفتر العناوين. يبقى هروح على العناوين، تمام، وعندك في العناوين في ايميل بالشكل ده اللي هو رندا، باسم رندا اهو. لو عايز بيقول لك احذف العنوان البريدي، احذفه ازاي؟ من حذف او ديليت، ثم اغلق دفتر العناوين، هقول له اغلاق، يبقى احذف بعد كده اغلق. طيب بيقول لك انشئ مجلد بريد جديد، انا هو قال لك انشئ ايه؟ هل انشئ رساله ولا مجلد؟ لا مجلد، فاروح على مجلد جديد واسميه النزلاء، هروح على مجلد جديد واسميه النزلاء. طيب
في مجلد البريد المحذوف، يبقى هروح على البريد المحذوف زي ما هو جاي لي. بيقول لك ايه؟ انقل الرساله من عنوان البريد كذا الى مجلد البريد الوارد. فالرساله اللي عندي هضغط كليك يمين عليها، كليك يمين، وهقول له استعاده الى البريد الوارد، استعاده الى البريد الوارد. طيب بيقول لك افتح خاصيه التقويم اللي هي التقويم دي، انا فتحتها، وقم بتعديل الحدث. هو في حدث عمله لك باسم اطلاق الشعار الجديد لفندق باضافه النص القاعه الذهبيه. يبقى همشي خطوه خطوه. اول حاجه بيقول لك ايه؟ افتح خاصيه التقويم. هروح افتحها، ادي فتحتها بالشكل ده. وقم بتعديل الحدث المعنون باسم اطلاق الشعار الجديد لفندق، ادي الحدث يوم 4. تمام. اول ما اضغط عليه هضيف النص القاعه الذهبيه الى حقل العنوان. فين العنوان؟ وهنا هكتب في الموضوع اطلاق الشعار الجديد. تمام. وهاجي في العنوان من تحت اروح اكتب كلمه القاعه الذهبيه، ثم قم بحفظ الحدث، اعمل له سيف او حفظ عشان احفظ الحدث بتاعي. ده اللي هو رسائل البريد الالكتروني اللي بيجيبها في الاختبارات الدوليه. لحد الان في اي مشكله مع الناس؟ عرفنا اسئله الملفات المضغوطه واسئله البريد الالكتروني، لان في ناس بتستصعب الاسئله الخاصه بالملفات المضغوطه وبالبريد الالكتروني. لحد الان في اي مشكله؟ أمور بسيطة لحد دلوقتي. هي الأسئلة بتيجي بالشكل ده، الأسئلة بتيجي أسئلة مباشرة، اعمل كذا، فأنا لازم أمشي خطوة خطوة مع السؤال. تمام. طيب بصوا كده، هنا احنا لما جينا شرحنا الويندوز كنا شرحنا سؤال إزاي ألغي أوامر الطباعة. تمام. كنا بنلغيها إزاي؟ أنا نفترض عندي ملف، مثلا كمثال ملف انا عايز ملف ماشيين واحدة واحدة مع بعض، امور بسيطة ان شاء الله. خلينا في ملف زي ده، فين أمر الطباعة؟ طيب أدي أنا أديته عملية برنت، أدي أديت أمر للطباعة. طيب إزاي ألغي الأوامر اللي أنا أديتها للطبعة؟ أروح على كنترول بانل وأروح على جزء اللي هو الهاردوير أند ساوند، وأروح على جزء اللي هو الأجهزة والطابعات ديفايسز أند برينتر. انا اديت امر للطبعه، الطبعه دي اديت لها امر، هضغط كليك يمين عليها وهقول له ايه؟ سي وات از برينتنج، عرض ما تم طباعته. والامر اللي عندي هضغط كليك يمين عليه وهقول له كانسل. انا عشان مش متوصل بطبعه عشان كده ما ظهرش معايا، يبقى هضغط كليك يمين على الامر وهقول له كانسل. حاضر. الملفات المتجاورة وغير المتجاورة. حاضر، خلص بس الجزئية دي وهعيد عليها تاني. طيب حلو خالص. طب برضه عشان ما انساش، أنا عندي مثلا أدي ملف وأدي التاني وأدي التالت، أنا عايز أحدد الملف ده وعايز أحدد الملف ده وعايز أحدد ده وده، يعني دول كذا ملف بس مش جنب بعض، كذا ملف بس إيه مش جنب بعض. هروح أضغط على كنترول، كنترول، وما أشيلش إيدي منها،
احدد اول ملف عندي، احدد اول ملف وهدوس على كنترول واروح احدد الملفات التانية، اي ملف انا عايزه. انا ليه بيعمل كده معايا؟ عشان في مشكلة عندي في الاختصارات. يبقى انا بحدد اول ملف وهدوس على كنترول من لوحة المفاتيح وما اشيلش ايدي منها، واحدد الملفات البعيدة اللي انا عايزها من كنترول. طيب حددت ملف زيز بي سي ورحت دوست على لوحة المفاتيح على شيفت شيفت، ورحت دوست على مثلا كلمة مندلي، ايه اللي حصل؟ حدد كل الملفات اللي هو ما بين زيز بي سي وما بين مندلي. تاني هنعملها في حاجة أوضح. أنا هنا حددت مثلا أوفيس 2019، حددته ودوست على شيفت من لوحة المفاتيح ورحت حددت نيو فولدر، ايه اللي حصل؟ حدد كل الملفات اللي هي جنب بعض، اللي هو من اول اوفيس لحد نيو فولدر. طيب حددت الملف ده ودست على كنترول من لوحة المفاتيح واروح احدد الملفات البعيدة اللي انا عايزها، او اي ملف انا عايزه، دي ملفات غير متجاورة. طيب هنا في السؤال بيقول لك باستخدام الشاشة التفاعلية أدناها، يعني الشاشة اللي عندك تحت، قم بإلغاء جميع مهام الطباعة الخاصة بطبعة المكتب. هروح على الاسم اللي قاله لك اللي هو طبعة المكتب، هضغط كليك يمين عليها وراح وقال لك ايه؟ الغي جميع مهام الطباعة. هقول له سي وات از برينتنج، او عرض ما تم طباعته. اهو ادي الملف، هروح اضغط كليك يمين عليه وهقول له كنسل او الغاء الامر، كنسل او الغاء الامر. طيب هنا بيقول لي قم بعمل توسعة للمجلدات في النافذة المعروضة، هو مدي لك نافذة فقال لك اعمل توسعة للمجلدات بحيث يتم عرض المجلد لتمس. هروح عند المجلد اللي هو اسمه لتمس واروح ادوس على علامة الزائد اللي هي في الجنب. طيب لو دخلت على زيز بي سي علشان اعمل توسعة مثلا لدوكومنت، هروح اضغط على السهم اللي جنبه فتح لي كل الملفات اللي جواها، دي معنى كلمة توسعة. طيب بيسألك سؤال بيقول لك افتح المجلد التسويق او افتح المجلد دوكومنت لتمس التسويق. يبقى هروح على الدوكومنت الاول ثم ادخل داخل اللتمس ثم افتح ملف التسويق. بيقول لك قم بانشاء اختصار على سطح المكتب للملف المعنون باسم تقرير المبيعات. فين في ملف اسمه تقرير المبيعات؟ اهو. عايزك تنشئ لي من الملف دي اختصار على سطح المكتب، كليك يمين عليه وهقول له ارسال الى سطح المكتب، زي اللي احنا كنا بنعمله مثلا حاجة زي دي. هضغط كليك يمين عليها وهقول له send to، يعني ارسال الى، انا عايز انشئ اختصار على سطح المكتب من send to او ارسال الى، هروح اختار ديسكتوب او سطح المكتب. هو كده عمل لي كرييت شورت كات، كده انشأ لي اختصار على سطح المكتب. يعني ايه اختصار؟ اهو يعني بعت لي الملف ده على سطح المكتب اهو بالشكل ده. بيقول لك افتح المجلد كذا وعايزك تغير طريقة العرض بحيث يتم عرض الاسم الحجم نوع الملفات. انا لما بدخل على زيز بي سي عايز اغير طريقة العرض بتاع الحاجات دي، اغيرها ازاي؟ كنا من فيو، من فيو عندي في حاجة اسمها لاي اوت، دي طرق العرض اهي، فدي طريقة العرض اللي هي التفاصيل اللي هو عايزها. هو عايز يعمل ايه؟ هو عايزك بحيث يتم عرض الاسم والحجم ونوع الملفات. بصوا كده هنا، الاسم اللي هو النيم، والحجم اللي هو السايز، ونوع الملفات اللي هو التايب، ده اللي هو طريقة العرض اللي هو عايزها.
ثم اكتب أو اكتب حجم الملف المعنون باسم شعار في صندوق الإجابة. في ملف عندك اسمه شعار، فين أهو اسمه شعار، عايزك تكتب الحجم بتاعه في صندوق الإجابة. حجمه كام؟ 8 كيلو بايت. 8 كيلو بايت أنا عملت بالشكل ده، فأنا عايز أعرف حجم مثلا الملف ده 9701 كيلو بايت. ده لو عايز اغير طريقة العرض بالشكل اللي احنا قلنا. send to و copy and paste. طيب حاضر، الفرق بين send to copy. send to لما تيجي تعمل send to، هو هنا ربطك بحاجات معينة، انت عايز تبعت الحاجة دي عن طريق البلوتوز، ولا عايز تبعتها على سطح المكتب، ولا عايز تبعتها عن طريق فلاشة، ولا عايز تبعتها عن طريق فاكس. بيكون عبارة انت هتبعت الحاجة على ايه، على مثلا كمثال يو اس بي، هتبعتها على مصدر خارجي، تمام. طيب الكوبي، الكوبي ممكن اعمل بيها اي حاجة. بمعنى انا عايز احط الملف ده على الفلاشة، ينفع كوبي. عايز احطه مثلا على هارد، ينفع كوبي. عايز احطه مثلا على سطح المكتب، ينفع كوبي. فمعنى كده النسخ بتنفع في اي حاجه معايا، اما سند تو بيربطني بحاجات معينه، بمصادر خارجيه زي البلوتوث، زي سطح المكتب، زي مثلا اليو اس بي، زي الفاكس وهكذا. هو مفيش اختلاف كبير ما بينهم، بس زي ما قلت لكم ده الاختلاف المبسط ما بين الاثنين. طيب هنا بيقول لك في المجلد كذا قم بحذف الملف. احنا قلنا عشان احذف ملف اعمل ايه؟ كليك يمين عليه وهقول له ديليت او حذف. اضغط كليك يمين وراح اقول له ايه؟ حذف. طيب هنا بيقول لك في المجلد كذا اعد تسميه الملف. انا ازاي بعمل اعادة تسمية؟ كليك يمين عليه وهقول له رينيم او اعادة تسمية، عشان اعمل اعادة تسمية للملف. طيب هنا بيقول لك ايه؟ اذهب الى الملف. يبقى انا الاول هروح للملف ده، بيقول لك وافرز الملفات الموجودة بداخله فرزا تنازليا بحسب اسم الملف. طيب انا هفرز، يبقى ايه؟ sort by. sort by انا هفرز بالاسماء النيم، بس ترتيب ايه؟ تنازلي ولا تصاعدي؟ تنازلي مثلا، يبقى من ايه للزت. تصاعدي من الزت للايه، تمام. اروح زي ما هو قال لي، قال لي هنا فرز حسب الاسم، بس خليه لي تصاعدي. اسف، تصاعدي. طيب خلص، بس الجزء اللي بنشرح فيه ان شاء الله ونخلص. فانا لو جيت ضغطت كليك يمين اهو وقلت له سورت باي، انا هفرزها بواسطه الاسم بس ترتيب تصاعدي اللي هو اسندنج. طيب تنازلي ديسندنج، تمام. ده لو عايز اعمل فرز. طيب بيقول لك في المجلد كذا قم بإنشاء مجلد فرعي. احنا قلنا المجلد الفرعي اللي من بره ده اسمه مجلد رئيسي. طيب انا دلوقتي انشأت مجلد بالشكل ده، دخلت اللي جوه ده اسمه المجلد الفرعي، حاجة متفرعة منه، جزء منه. يبقى ازاي بنشئ؟ كليك يمين نيو وهقول له نيو فولدر او فولدر. ده اللي هو طريقة الانشاء. هنا لو عايز ابحث مثلا على حاجة معينة، بيقول لك اذهب الى المجلد اللي هو قاله لك وقم بنسخ الملف والصقه في كذا. احنا قلنا ننسخ ازاي؟ كليك يمين كوبي، بعد كده عشان الصقه كليك يمين واقول له بيست او لصق، وامشي بالخطوات اللي هو قال لي عليه. طيب هنا في المجلد كذا بيقول لي انقل المجلد. انقل معناها هعمل ايه فيه؟ هعمل له كوبي ولا كت؟
انا عايز انقل الملف، اعمل له كوبي ولا كات؟ بس جاوب معايا. كات بالظبط. طالما قال لك انقل يعني انا هشيله من المكان اللي فيه واحطه في مكان تاني، بهضغط كليك يمين كات، بعد كده اروح اعمل له بيست في المكان اللي هو قايل لي عليه. تمام تمام خالص. هنا بيقول لي في المجلد كذا قم بتغيير سمة الملف ليصبح للقراءة فقط. انا عايز اخلي الملف ده للقراءة فقط، يبقى هضغط كليك يمين عليه واختار كلمة اسمها بروبرتيز او خصائص، بروبرتيز او خصائص، واروح من تحت اعلم على كلمة اسمها الريد اونلي، يعني القراءة فقط. ده لو عايز اخلي الملف للقراءة فقط، واقول له ابلاي ثم اوكي. طب انا خليته للقراءة فقط، قراءة فقط، معنى كده لو جيت بعته على لأي واحد تاني مش هيقدر يعدل عليه. انا خليته للقراءة بس، كليك يمين واختار بروبرتس او خصائص، واروح اعلم علامة صح على الريد اونلي للقراءة فقط زي ما هو قايل لك. بيقول لك اي مما يلي هو افضل وصف لنوع التخطيط الهيكلي. هو مديلك تخطيط، بيقول لك التخطيط ده اسمه ايه؟ هل هو تخطيط هيكلي منظم؟ هل ده منظم؟ لا. طب هل ده تسلسلي؟ برضه لا. طب هل ده شخصي؟ برضه لا. ده تخطيط هيكلي هرمي، ده شكل هرم. تمام. وقال لك عايز يعرف افضل وصف لنوع التخطيط ده، هو الهرم. هنا بيقول لك اذهب الى عنوان الانترنت، ده العنوان. اذهب ازاي ليه؟ هروح فتحت المتصفح، هروح اكتب العنوان اللي هو قايل لي عليه، ادي كتبته مثلا، او هذهب ايا كان العنوان. بيقول لك www.undocer.com، قول له انتر، كده انا رحت له، بس هو ده اللي عايزه. طيب في صفحة نتائج البحث استخدم خاصية البحث المتقدم، هتلاقي جنب كلمة بحث في كلمة اسمها Advanced Search أو بحث متقدم، هروح أدوس عليها وهيكون فاتح لك الصفحة بالشكل ده. بيقول لك ابحث عن العبارة المعجنات السريعة، هروح على بحث متقدم وأكتب هنا في جميع هذه الكلمات، أروح أكتب المعجنات السريعة، واكتب برضو العبارة بالكامل المعجنات السريعة بس، واقول له بحث متقدم. يبقى في جميع هذه الكلمات، يعني هتكتب الكلمات كلها بتاعتك. طيب العبارة بالكامل برضو هتكتبها المعجنات السريعة. يبقى انا رحت على بحث متقدم او advanced search، وبعد كده اروح اكتب اللي هو بيقول لي اروح عليها. طيب هنا في صفحة الويب، هو مديك صفحة بالشكل ده، بيقول لك احفظ الملف، مدي لك اسمه نموذج الطلبات، اهو اسم الملف نموذج الطلبات، عايزك تحفظه مستخدما الاسم الافتراضي بتاعه. احفظه ازاي؟ هضغط عليه بس، هضغط عليه، اول ما اضغط على ملف البي دي اف كليك شمال هيتحفظ معايا، هيفتح معايا المستعرض بتاع الجهاز، او يفتح معايا الجهاز يقول لك احفظه في المكان اللي انت عايزه، يا اما هضغط كليك يمين عليه واقول له حفظ، ده علشان احفظ. طيب حد الان في اي مشكله في الاسئله دي؟ دي كانت اصعب اسئله بتواجه الناس في الامتحانات الدوليه، ده شكل الاسئله اللي بتيجي في الامتحانات الدوليه الخاصه باساسيات الكمبيوتر واساسيات الانترنت. تكنولوجيا المعلومات بيجيب لك الاسئله كلها نظريه، تكنولوجيا المعلومات بالنسبه للاي سي دي ال بس. طيب بالنسبه للاي سي دي ال تيتشر اللي هو المعلم، في ماده اسمها تكنولوجيا المعلومات للمعلم، بيجيب لك نفس الاسئله النظريه بس بيزود 6 اسئله عمليه. هنعرف مع بعض دلوقتي جزء الاسئله العمليه. تمام؟ هم 9 بس، مش كتير يعني ما تقلقوش. طيب
السؤال بيجي بيقول لك ايه؟ في مادة الاقتصاد اختر الموضوع الثالث ثم اضف رابط انترنت. اول حاجة ادي الصفحة اللي عندي فتحتها، هو قال لك انا خليني ماشي ورا السؤال واحدة واحدة. في مادة ايه؟ الاقتصاد. فين مادة الاقتصاد؟ اهي هروح افتحها، افتح مادة الاقتصاد. انا فتحت مادة الاقتصاد، عايزك تضيف رابط انترنت. طيب علشان اضيف حاجة معينة لازم امكن خيار التحرير. يعني ايه التحرير؟ يعني يسمح لي ان انا اعدل، يسمح لي ان انا احذف، يسمح لي ان انا مثلا اضيف وهكذا. فلازم في الاول اعمل عملية تمكين لخيار التحرير. تمام؟ تمام. فهو قال لك ايه؟ انا هدوس على تمكين خيار التحرير. حلو. اول ما دوست عليه ايه اللي حصل؟ فظهر بالشكل ده، بدل ما قال لك تمكين قال لك تعطيل. ليه؟ لان انا كده معناه ان انا شغلته. هو قال لك ايه؟ قال لك ضيف رابط انترنت. طالما قال لك ضيف فهقول له اضافه محتوى جديد، اضافه محتوى جديد. طيب لو قال لك احذف ملاحظات الموجود في الموضوع الاول، هروح عند ملاحظات هقول له حذف. طب لو قال لك عدل فيه هقول له تحرير، هقول له تحرير. فطالما قال لك ضيف محتوى جديد او ضيف رابط، هروح اقول له اضافه محتوى جديد. اول ما ادوس على اضافه محتوى جديد هيظهر معايا بالشكل ده. انت عايز تضيف محادثه ولا موضوع ولا اختبار ولا درس ولا ملف ولا عايز تضيف ايه؟ انا عايز اضيف رابط انترنت. هروح اختار اضافه رابط انترنت، اضافه رابط انترنت. حلو خالص، ظهر بالشكل ده. اسم الرابط اللي هو قال لك عليه هتضيفه، هو مدي لك العنوان، مدي لك الاسم، مدي لك الوصف، مدي لك رابط الانترنت. كل ما عليك ان انت هتملي بس ايه؟ المربعات الفاضيه، بعد كده اقول له حفظ. السؤال ده هو العملي بالنسبه لتكنولوجيا المعلومات، ما بيلعبش في اي حاجه ده. يعني بيقول لك في ماده الاقتصاد ضيف رابط الانترنت، احنا قلنا اول حاجه بمكن خيار التحرير، بعد ما بمكن هو عايز يضيف ايه؟ عايز يضيف رابط انترنت. فهو كده هيضيف حاجه جديده، قول له اضافه محتوى جديد. طيب بعد كده لو قال لك ضيف رابط هروح اختار رابط. طب ضيف ملف، هضيف ملف. عايز اضيف موضوع، ضيف موضوع. هتضغط على الحاجه اللي هو قايل لك عليها، وبعد كده هتملي البيانات اللي انت شايفها. طيب هو السؤال ده هو بيجي على فكره بيجي بس بيطلع منه 6 اسئله. يعني ازاي بيطلع مني 6 اسئله؟ بدل ما هيقول لك ضيف رابط انترنت هيقول لك احذف لي مثلا، هيقول لك عدل، هيقول لك حرر. فهو ده السؤال الوحيد اللي بيجي، بس كل القصه بيغير الالفاظ فيه. طيب لو قال لك مثلا اعمل عمليه حذف، تمام، للموارد الموجوده في الموضوع الثاني، يبقى هروح عند الموضوع الثاني. فين كلمه الموارد؟ اهي الموارد، هعمل لها ايه؟ حذف. طب لو عايز اعدل فيها اقول له تحرير. بس دي صيغه الاسئله اللي بتيجي في التكنولوجيا المعلومات للمعلم بالنسبه للجزء العملي. هتمشي ورا الخطوات اللي بقول لك عليها، بس اول حاجه ادخل على الحاجه اللي هو قال لك عليها، ثم بعد كده ابتدي امكن الخيار اللي يسمح لي ان انا اعدل وان انا اضيف، ثم بعد كده امشي وراه خطوه خطوه. هو قال لك في الموضوع ايه الثالث اللي هو اسمه المرونه السعريه، هروح عند اللي هو الموضوع الثالث واقول له اضافه محتوى جديد زي ما هو قايل لك، اضافه محتوى جديد. طب عايز تضيف ايه محتوى جديد؟ على حسب ما هو قايل لك هتضيف ايه؟ رابط انترنت، رابط انترنت. وبعد كده املي البيانات بتاعتك اهو الشكل ده، واقول له حفظ، واقول له حفظ. طيب ده بالنسبه للجزء العملي الخاص بتكنولوجيا المعلومات للمعلم،
واللي بيجيبها في الامتحانات الدولية. طيب غدا إن شاء الله بإذن الله هناخد جزء اسمه التعاون عبر الإنترنت أو المشاركة عبر الإنترنت، هتبقى محاضرة بكرة ومحاضرة الخميس إن شاء الله، هناخد برضو الجزء العملي فيه. طيب والجمعة هيبقى فيه امتحان على أساسيات الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات واللي هو المشاركة عبر الإنترنت، هيبقوا كلهم في امتحان واحد اللي هو 36 سؤال بنفس صيغة الامتحان الأولاني اختيارات. ثم بعد كده إن شاء الله بداية من الأسبوع اللي جاي هندخل على برامج الأوفيس اللي هو الوورد والباور والإكسل والأكسس. بعد ما نخلص الأربع برامج ونشرحهم بالتفصيل الممل، هنشرح كل قائمة فيهم لحد ما تتقن البرنامج. بعد ما نخلص كده يعتبر خلصنا الجزء العملي، هدخل بعد كده آخر 3 محاضرات أو 4 محاضرات هنشرح فيهم الأسئلة النظرية اللي بتيجي في الاختبارات الدولية. في ملف كامل خاص بالأسئلة دي كلها، تمام؟ بالأسئلة النظرية. الملف ده هنشرحه مع بعض وهبعته لكم إن شاء الله عشان تركزوا فيه. وهنطبق مع بعض كل الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات الدولية والحاجات برضو الادفانسد اللي هتفيدك انت في شغلك بعد كده. لحد الآن في أي جزئية مش واضحة؟ الأمور بسيطة؟ الأمور بسيطة مع الناس؟ كويس خالص. لحد الآن في أي جزئية مش واضحة من أول يوم بدأنا فيه لحد النهاردة؟ بكرة بإذن الله الناس ما تقلقش، أنا مش ناسي الأسئلة اللي أنتوا سألتوها. بكرة اللي هو موضوع الأسئلة اللي أنتوا سألتوها كلها إن شاء الله بكرة إن شاء الله قبل ما أبدأ في التعاون عبر الإنترنت، وده وعد مني، هجاوب على كل الأسئلة دي. هاخد أول ربع ساعة إجابة الأسئلة، يعني زي ما قلت لكم النهاردة هاخد الأسئلة اللي أنتوا عايزينها في أول المحاضرة، تمام؟ وإن شاء الله المحاضرة اللي جاية قبل ما نبدأ هنجاوب على الأسئلة دي بالكامل. وبعد كده ندخل على الحاجة اللي هو اسمها التعاون عبر الإنترنت، تمام؟ طيب كويس، أتمنى الأمور تكون بسيطة، أتمنى إن ما يكونش فيه صعوبة، إحنا بنحاول على قد ما نقدر نسهل الدنيا على الناس. الامتحانات الدولية مش هي بعبع، الامتحانات الدولية هي امتحانات بسيطة وسهلة جدا تتقفل فيها، بس لازم تكون مركز في كل سؤال بيسألهولك. يعني أنت شفت الأسئلة، هو الامتحان بيكون بالشكل ده، فأنت لازم تمشي خطوة خطوة مع السؤال. ربنا يوفقكم إن شاء الله. أتمنى المحاضرة بتاعت النهاردة كانت محاضرة خفيفة عليكم. في نهاية المحاضرة في أي حد حابب يسأل أي سؤال، وبرضه هقول تاني أنا مش ناسيكم، كل الأسئلة اللي سألتوها هجاوب عليها بكرة إن شاء الله في أول ربع ساعة إن شاء الله في المحاضرة. ثم بعد كده هندخل على اللي هو الجزء الجديد اللي هو التعاون عبر الإنترنت اللي هياخد معانا بكرة وهياخد معانا إن شاء الله يوم الخميس. حد عنده سؤال قبل ما ننهي المحاضرة؟ تمام، أشكرك يا هندسة، أشكركم. أشكركم بالتوفيق لكم إن شاء الله وربنا يوفقكم. وزي ما قلت لكم برضو بداية من المحاضرة اللي جاية، أنا عايز الناس تبتدي تراجع الحاجات اللي هي اتاخدت كلها، وتبص وتشوف الحاجات اللي هي ناقصاكم عشان ما ندخلش على حاجة جديدة وفي حاجات فايتاكم. فبرضو اللي حابب يسأل على أسئلة تاني بكرة برضو وأجاوبكم عليها برضو ما عنديش أي مشكلة. فبالتوفيق لكم إن شاء الله، وأتمنى ما أكونش طولت عليكم في محاضرة النهاردة، وربنا يوفقكم بإذن الله.